لكن انا هتكلم على نقطه كمان، يعني انت اكيد كنت هتسالني على وليد ازارو. انا شايف الناس كلها جايه على وليد ازارو. انا مش ماشي، لعيب جاي محترف وكل حاجه وانا عايز منه المزيد، لكن لازم برضو ما نستعجلش. ما احنا استعجلنا على كولوبالي، وبعد ماتش واتنين كان كولوبالي ماشي كويس، لكن هو الولد خلاص دخل في مرحله اللي هو عايز يجيب جون، فعشان كده عايز يجيب جون بتبقى وبتقلش منه. بس هو لازم برضو يوصل له رساله، النادي الاهلي لازم، انا جايبك كراجل هداف وراجل من اللعيبه المميزه في النادي الاهلي واللعيبه اللي كانت مميزه في المغرب، لا انت ليك دور، اعمل حسابك انت لعيب كبير، ما تسمعش للاعلام، ركز في تمرينك، ركز في ملعبك، ان شاء الله هتيجي. عموما يا كابتن ياسر، يعني انا الصراحه اخلاق النادي الاهلي بتبقى موجوده في كل صراحه، يعني اللي عدوا على النادي الاهلي، لما كابتن ياسر ريان انا بتحدث معاه وابنه من اكتر المرشحين لخلافه وليد ازارو في حاله استبعاده من اي شيء، ويقول لي الكلمه ديت بيبين لك يا جماعه عشان بس تعرفوا يعني ايه اخلاق النادي الاهلي. هو الراجل اتكلم بمنتهى المصداقيه، ومش عشان امامي دلوقتي، يعني هو لا ده حقيقه، هساله على وليد ازارو، هو اتكلم من جواه. وليد ازارو فرد كويس، بيتحرك كويس، وناقصه ايه وممكن يزود ايه، على الرغم ان احمد ياسر ريان من الفراوده اللي كلنا بنتبنى يعني ان شاء الله. بنتنبأ لهم بمستقبل جميل جدا وواعد جدا، ولكن شوفوا يا جماعه الكلام طالع ازاي. طب كابتن ياسر، انا بالنسبه لوليد ازارو وكابتن حسام البدري، هل كان من الافضل ان كابتن حسام البدري يشركه على اجزاء، ولا يفضل يبتدي بيه؟ وللاسف كل ما هيضيع فرص هتبتدي حته الثقه عنده تقل. بص، اي فرو بيضيع اعرف اللي فرو كويس. نعم. يعني امتى تزعل او امتى تتضايق من وليد ازارو؟ لما ما يروحش على الجون، لما لكن يضيع، ما يضيع ايه المشكله؟ احسن فراوده في العالم بتضيع، وبتضيع كور سهله، لكن من اكتر فراوده وتوصل للمرمى وليد ازارو، اكتر فرود بيتعب السيرت باكات وليد ازارو. نعم. يعني اعطيلي مميزات معايا، اعطيلي مميزات، لكن احنا بقى كجمهور نادي الاهلي وكجمهور بنبقى ايه، هو عايزينه وليد ازارو ينزل يجيب جون، لعيب من ناشئ ينزل يجيب جون، لا، كره فيها كل حاجه، ولازم جمهورنا لازم يستحمل، مش يستحمل ان احنا نقول لك لا، ما ينفعش انا جايب لعيب انا ما واثق فيه والجهاز الفني واحنا كلاعيبه حتى قدامه، لا، احنا عايزين الحاجه يبقى فيها سنس شويه، ما نجيش على لعيب بالشكل ده، احنا كده احنا بنوقع النادي الاهلي. نعم. مش بنوقع وليد ازارو، احنا بنوقع النادي الاهلي، لكن انا اعتقد الفتره اللي فاتت كلها لا، وليد ازارو مش هقول لك ماشي بنسبه 100%، على الاقل خلاص 70 80%. نعم. ودي نسبه بالنسبه للاعيب كره القدم جاي النادي الاهلي ومطلوب منه بطوله. وليد ازارو وديه اي فرقه ثانيه هتلاقي عشان مش مخطوط تحت ضغط، لا هيأدي وهنقول يا ريتنا وليد كان عندنا.